السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم بهاء في الحلقه الثالثه، ما ادري الرابعه، في سلسله ايس كرافت. طبعا انا جدا جدا اسف على السحبه اللي سحبتها، يمكن اسبوع او اسبوعين، بس جدا جدا اسف لان كان يعني الدراسه، يعني كانت عندي دراسه فما قدرت اصور لكم فيديوهات. طبعا اخر فيديو نشرته وقفت هنا، بس ثاني اخر فيديو وقفت هنا نمشي نازل. اخر شيء صرت كلش كلش جوعان وما كان عندي شيء حتى اطبخه، قلت هنا لو نهيت الحلقه بسرعه. واخر شيء نزلنا هنا بالكهف هذا الكبير، وكل شيء ما حصلنا منه غير بس ايرون، ما حصلنا منه غير شيء. هاي الاكل جاي نطبخ. اوه شو بسرعه، هذا الطباخ السريع اللي سويته يمكن باول حلقه. يعني تقريبا كمان ناكل كسر طيني. شباب انا ميت، انا ميت قسم بزقل ما شاء الله. يعني اطلع اكيد اطلع. شو شو اسمه صارت شنو اسمه نونو البقرة. ليش بقرة؟ يعني نمشي حالنا حد الآن، نقعد نمشي نمشي نسوي بعد. يا أخي شوف الشجرة مو تعال. أبو صابر أبو صابر أبو صابر لقيناها. يا أخي لو عندي صدر كان حطيت فيه. للأسف عندي شكر، تريد؟ تعال خلنا نعطيه شكر. لا ما عندي. شو عنده خصب بالسكر؟ وين راح؟ والله هذا عندي بس اريده، ما راح اخصصه. طبعا بس راح نمشي، احنا نمشي ونمشي ونمشي و نشوف لنا شيء. يعني لو طبعا ما اعرف شو راح اسوي، بس اعتقد راح اصنع لي بيت واسوي لي بيت. شباب راح اجمع مجموعة خشب يعني كبيرة من هذا النوع وهذا النوع وغير نوع يعني، وراويكم شو راح اصنع البيت. يلا اجمع خشب واجيكم. يلا يلا ما حملتكم. شباب جمعنا كمية كافية، جمعنا 41 و35 من هذا النوع. طبعا البكاكس مالتي انكسر، اقصد الاكس، الأكس مالتي انكسر. وذيك الحلقة من الحلقة الأولى جينا راح نسوي بيت هنا. نسوي على بركة الله، بس هاي كافية. يعني أولا الانفنتوري مفول، حاط الكرافتنج تيبل، راح نصنع لنا أول شي بس الريد هاي، وريد بعد واحدة ثانية راح نصنع لنا صندوق. صندوق راح نحطه شوي بعيد، يعني راح نحط الطبخ، اي الطبخ، وهذا 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 وهذا. يعني شكو شيء راح نحط، شكو شيء احنا ما نحتاجه راح نحطه هنا. لا هذا نحتاجه، راح نحط. شوف راح ارتب الاغراض وارجع لكم. بس هو رجعت ورتبت كل المواد. اولا راح نحلل هذا الخشب، نبقى شيء ستوك ستوكين ستوكين ونص. نشوف الخشب العادي الخشب العادي جابلنا ستوكين واربعة. بدأت تصير دين الليل. ايش راح نسوي احنا؟ انا بالبداية جيت ابدا البيت هون. هنا نبدي هاتشي وهاتشي 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 وهاتشي. يعني شو قد يصير؟ شو بسكا هنا؟ طبعا راح نحط له بلوكات. شنو رأيكم يعني راح يصير؟ هسا شو بسكا؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ونحط عشرة
12 راح نسوي 1 2 3 4 5 ثمانية. صارت الدنيا دي، خلينا نجيب السرير ونجيب. يلا شو انا شنو الفكره مالتي انه راح اسويه هو يعني بيت عادي، بس انا حابين البلوكات يعني، وهنا انا راح اصير ايضا هنا بلوكه هيك. شنو رايكم بالبيت، حلو لو لا؟ هنا انا وهنا يعني هيك اصير، بس طبعا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نكسر هاي حتى صار 10، نكسر منها 2 ومنها 2 نشلون هسه 1 2 3 4 5 نكسر هاي ونكسر هاي. هسه كم بلوكة راح تصير؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 ها هذا هو راح يكون شكل البيت. والوجهة مالته صغيرة. نزيد بعد 2 نحط اللون رجوع انا لو اسوي لي اكس هسه طلع مضبوط. هاي ربقة هنا واحدة وهنا واحدة، هذا بس راح يكون طبعا انا اعتقد راح اسوي صاعد، يعني شلون هنا انا درج اسوي شو بدرج، لان هذا يرد له هواي وقت بس عادي. او ماي جاد، بس خليني اصنع لي اكل، يعني ليش كل ساعة اكسر؟ اصنع لنا ستيك، انا اعتقد عندي ستيك من الصندوق، اعتقد الصندوق مخفي يختفي طبعا ما اعرف ليش جليتش من اللعبة. ناخذ لنا ماي جاد، ما عندنا كابل ستون. ماي جاد شو راح اسوي لي اكس ايرون واجيكم. رجعت شباب، صنعت الاكس وهسه صار تكسيرنا سريع. اي شباب ارتاحت انتم هم اللي فين ارتاحت تمام. بس تمام سنحط هنا وهنا، بس اعتقد شباب كيف الخشب ما راح يكفي اكيد، لان انا صنعت لي بس هذا السطر وراح يخلص، بس سويت هذا السطر. او ماي جاد جيب، بس شلون راح نصنع؟ نجيب هاي نحطها هنا وهاي 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 هنا 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 هاي وهاي وهاي. بس خلنا نصعد، بس شو نسوي؟ نحط هاي، نحط هاي هنا 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 هنا. شو هاي ليش تتعلق هنا 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 هنا. تمام هسه البيت كمل، البيت كمل. شلون راح تصل بي يعني؟ هسه راح نحط، اعتقد هذا الخشب خلص. انا كان عندي ستاكين ونص من هذا الخشب الاسود،
هذا.